زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس عثمان مجلدي مكتبة قطر الوطنية في إطار الزيارة الرئاسية الرسمية لدولة قطر الشقيقة. وكان في استقبال فخامة الرئيس والوفد الرئاسي والحكومة وزير الدولة القطري رئيس مكتبة قطر الوطنية الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، الذي قدم والمعنيون في المكتبة شرحا وافيا حول مقتنيات المجمع الثقافي وأجنحته المتعددة في مختلف التخصصات والعلوم والثقافة والفنون بما فيها المخطوطات النادرة وجناح قطر عبر الزمان. وأشاد فخامة الرئيس في كلمة له بسجل الزيارات بهذا الصرح الثقافي القطري ودوره الفعال كذاكرة رقمية نوعية في خدمة الثقافة العربية والإسلامية.